والله يا اخوي في مقطع هنا واتحدى وانا متاكد، واكيد الدكتور هذا اولك وهذا رجل فيه خير، احب اقولها هيك لوجهك، في طيبه هيك ما شاء الله عليك، حتبكي يا دكتور وشوفوها كله انتم حتبكوا. انا بكيت بكيت بكيت، عارف شو قلت؟ هذا انهبل، هذا ما انهبلتش، انا سنسوي نورمال طبيعي عادي، انا بشر عادي طبيعي الحمد لله، مش معقد، لو انا معقد مش حبكي. نقاش على اليوتيوب بين عبد الصبور شهير رحمه الله عليه وبين زغلول النجار، فبلطف طيب اقول له لا باس يا دكتور زغلول النجار، يعني انا اذا كنت اخطات فانا نقلت ما الكتب، انما انا ناقل وهذا ليس تخصصي، ليس تخصصي. ايش اقول له؟ طيب لماذا تتكلم في غير تخصصك يا اخي؟ لماذا تتكلم كذا؟ خطا، انت تجاوزت حدك نزل فيه. أنا بأضلل القارئ. ليس مطلوبا مني أن أكون جيولوجيا مثلك. ولا تكتب يا أخي هذا ما دام مش مجالك. إنما أنقل عن مصادر علمية فهمت عنها شيئا، فنقلت بكل أمانة ولم أخطئ في النقل. دي مسألة طبيعية جدا من حقي. لا أخطأ عالم وكاتب. أخطأ في النقل كثيرا. ولكن في نفس الوقت أخطأ في النقل. التزمت بالقرآن. وين عالم؟ التزمت بالقرآن. في وزنك. واحتكمت إلى منطوق القرآن ومفهوم القرآن. في آخر النقاش طبعا أنا حتى تشعر أنت بحرج شديد ويعني عدم رضا، ليش؟ ليه هالأسلوب هذا هيك؟ أسلوب غير يعني غير لائق. أنا صح بالطريقة هذه. إيش يقول له؟ أبكاني هنا، بكيت بكاء مرا وتأثرت واستفدت أخلاقيا. روحيا يعني هيك انتعشت. يقول له لا تظلم أخاك. هذا كنت وانت يقول له لا تظلم أخاك يا دكتور زغلول، نحن نحبك ونحترمك وأنت عالم كذا، لا تظلم أخاك، لقد ظلمت أخاك. يا الله قاعد تبكنا، إيش المهذب هذا؟ إيش رجل الفاضل هذا؟ لا تظلم أخاك، وهيك لا تظلم أخاك، لقد ظلمت أخاك، سامحك الله، ما ظلمت كاش، أنا ما ظلمت كاش، أنا كأذاك زغلول النجار. هذا أستاذ لغة عربية وأستاذ إسلامية ينتقد كل كلمة قلت فيها. ومع ذلك كل كلمة ينتقد كل كلمة. ومع ذلك فإنه هو الذي بالعكس هو الذي يستحق أن تقول فيه بغاية الأدب هذا كتاب لا وزن له، أما كتابي فلا يمكن أن يكون هذا هو الجزاء. لا حرام عليك يا شيخ. والله أن هذا رأيي على سبق أن قلته لك. لك رأيك، لكم دينكم ولي دين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أنت أستاذ فقه لغة، لك مكانتك في تخصصك، تخوض في موضوع مش بتاعك ليه؟ موضوع لا تستطيع أن تحكم فيه. بل هو موضوعي. والله ما موضوعك. والله موضوعي. والله ما تستطيع أن تحكم فيه. لا لا يا دكتور. على الصواب والخطأ. لا تستطيع. لا يا دكتور. لا تظلم أخاك. أنا أظلمك، أنا بدأت بقول بأنك أنت لك عندي مكانة كبيرة، وأنا أجلك أن تقع في مثل هذا الخطأ والله. سبحان الله كيف الإنسان ممكن فعلا يحظى بقبول الله والقبول عند العباد بالصفح والأخلاق العالية. تظلمني حرد عليك بالحسنى، تتغطرس عليه كذا كذا حجيك بالتواضع. وفعلا كما يقول المثل الصيني، إذا التقت النار والماء قطعنا النار مهزومة. ماء، خليك ماء، خليك أنت الأبيض أنت الحلو أنت البارد، حينهزم هو صح ولا حينطفي، ينطفي في نفسه عند الله وعند الناس. تنطفي أنت أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ما زاد الله عبدا بتواضع إلا إيه؟ إلا رفعة. تواضع كذا كذا الله حيرفعك.